بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور بقى الكلمة الفيصل والنهاية. صلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين. الحقيقة أنا أعتز بآراء الأستاذ إبراهيم في حكاية الحالة المهاجرة في الساحل الشمالي، والأخ فتحي كنت بقوله على المحاضرة أن أنا في الساحل الشمالي في محمية اسمها إيه؟ العمية. بالظبط. فده حاجة جميلة جدا. وأنا بشجع أن الحالة المهاجرة وليها محاضرة فيها. ولكن الظاهرة اللي بيتكلم عليها الأخ دي لا أستطيع أن أحكم عليها بصفة فردية، وحتى الأخ الأستاذ عاطف القصة اللي قالها برضه أعتقد محتمل وسمعت هذا الكلام من كثير من المحارين، ف مجرد المشافهة أو الكلام النظري لا أستطيع الحكم على أن فيه حاجة مشتركة بينهم أو آفة مشتركة. وبعدين الظاهرة دي زي ما قال باشمهندس إبراهيم موجودة في العالم، هو بيسموها هنا تضاول أو تدهور، بيسموها سر اختفاء النحل المفاجئ. لذلك من أمريكا نفسها بدأوا يشتكوا ويحذروا من وقت تختفي فيه النحالة أو تختفي بدرجة كبيرة جدا. أكارين نقدر نحكم عليها، بالإضافة إن لازم زيارة ميدانية للمنحى نفسه والمناطق المحيطة بيها. ده من المحتمل جدا ان مطلع او مراشد جديد او شركه جديده مخزنه في الهواء الطبي، كل دي من المحتمل جدا تكون بسبب هذه الحاله الفرديه. لكن لو ظاهره عامه هتبقى ظاهره كافه لجميع النحالات. ظاهره عامه لجميع النحالات. ظاهره عامه. خلينا سنتين او ثلاث سنين. ايوه انا مش فاكر. ايوه انا مش فاكر. ايوه انا مش فاكر. دي ظاهره عامه دي. والرش ظاهره عامه. لا يمين ولكن بيطلق الجهاز العصبي للنحلة وبعد كده حدث ولا حرج، هتلاقي كل أعراض الأمراض هنا موجودة. استخدام الأمراض أو الفطريات أو الفيض أو من آخره نقدر نحكم على حل عام. ولكن نظريا المستعمل هيكون عرف السكر عامة يعني. أنا بغذي بستعمل سكر تمويل. سكر اللي هو سكر التمويل. العواري. هل يكون السبب سكر التمويل؟ سكر العواري. سكر الشعر. والله أنا بستعمل سكر الشعر. بالنسبة دلوقتي موضوع التضاؤل، موضوع التضاؤل قتل بحثا عن مستوى العالم. واحنا عايزين أخذ احنا في مصر احنا في مصر كان لنا هذا الصبر وتم رصده وتم عمل مجموعة من الأبحاث واللي قام فيها مجموعة من كبار الأساتذة، بل ليسوا في مجال نحل العسل بس. احنا كنا معانا أستاذ في الأرصاد في المناخ وكان عندنا أستاذ في البيئة وكان عندنا أستاذ في أمراض نحل العسل وكان عندنا في جميع الأنواع يعني التخصصات، والناس دي كلها حط التقرير. التقرير كان إن إلغاء الدورة الزراعية أدى إلى تفتيت الرقعة الزراعية مما أدى إلى الإفراط في رش المبيدات. المبيدات لها درجة سمية تزيد في الشتاء أكثر منها في الصيف، بالإضافة إلى بعض المبيدات التي توضع داخل الطائفة من أجل العلاج. كل هذا أدى إلى هذه الظاهرة. لما حبينا نعالجها ما عرفناش إلا بنقل النحل إلى المناطق ذات الكيانات الزراعية الكبيرة أو ما فيهاش زراعة خالص تقليدية وفيها عبارة عن زراعة صحراوية زي مناطق الساحل الشمالي، ما فيهاش زراعة تقليدية إنما كلها عبارة عن أعشاب. زائد إن لقينا برضك إن المناطق كثيفة الأمطار النحل فيها أفضل من الأماكن اللي ما فيهاش أمطار كتير، وبالتالي أوجدنا ثلاث مناطق في جمهورية مصر العربية قلنا دول أفضل مناطق في جمهورية مصر العربية، اللي هي المنطقة من أول ساحل رشيد إلى دمياط، من رشيد إلى دمياط كالساحل الشمالي، دي أفضل منطقة في جمهورية مصر العربية. تليها المنطقة بتاعت من اسكندرية إلى منطقة لا مش العبيد، منطقة العبيد أقل شوية، في منطقة بعديها اللي هي طال الحكمة ولا بيسموها إيه بيسموها رأس الحكمة أفضل منها، وفي منطقة مرسى مطروح والسلوم تعتبر أفضل. جزئيا الساحل الشمالي كله نقدر نقول عليه أفضل من
الداخل وبالذات في ايه في الشتاء لسببين، اولا لعدم تلوث الجو، تاني حاجه لعدم وجود زراعات تقليديه على مستوى مفتت، ارض مفتته زراعيا، تالت حاجه ان اكثر المناطق بتنبت اعشاب نتيجه الامطار اللي بتنزل على السواحل في الشتاء. في منطقه ثالثه ان شاء الله هيكون لنا برضو دور فيها كجمعيه مربي النحل بالغربيه، اللي هي منطقه حلاب وشلاتين، ودي افضل مناطق جمهوريه مصر العربيه برضو في الشتاء. خلوا بالكم دي مناطق شتويه رائعه، لان المطر بينزل فيها في الربيع وليس في الصيف، وليس في الشتاء. الفرو جاي من عند ايه؟ الفرو دي اساسا جاي من هناك من الحلايب. ليه؟ الفرو جاي من هناك. احنا بتوع الفتاوي بقى، هو هناك اصلا في حد اصلا ولا في سريخ؟ خمس اسئله بس ممكن في وقت. خمس اسئله؟ طب ورا بعض كده. حضرتك عادي واحده. طب قبلهم الدكتور هيعلق. يا ريت ده هم حلاوة الجيلاتين يضم سينا، احنا شايفين سينا خالص. اه. الشعب في مصر هنزرعه تلوين. لكنها مصدر كبير جدا للحلقة. منطقة سانت كاترين فيها 40% من نباتات البرية المصرية المدونة في وزارة البيئة. احنا عندنا 3500 نبات، منهم 40% من هذه النباتات في منطقة واحدة بس اسمها منطقة سانت كاترين. تاني حل تاني حتى نحافظ على النحالة المصرية، احنا بنقترح ان كل أسرة تملك خلية واحدة، الخلية واحدة ديت لما تكون في كل بيت في خلية واحدة، الخلية ديت لو اتسابت بدون تغذية هتعيش، لو اتسابت بدون علاج هتعيش، لو ما الراجل ما قدمش لها ولا عمل فيها اي عمليات تحليه هتعيش، بل هتجيب كميات من العسل طبقا للتجارب بتاعتنا اللي احنا عملناها من خلال الجمعيه تزيد عن 20 كيلو في السنه. ازاي بقى؟ بدون تغذيه. اتضح ايه؟ ان انت لما تيجي تحط خليه واحده في مكان ما تحتاجش لا نحال ولا تحتاج تغذيه. لو سمحت، لو عايزين مناقشه استنوا بعد الكلام. لو حطيت خليه واحده في مكان لا محتاجة نحال ولا محتاجة تغذية. لو أنت حطيت 10 خلايات في مكان تحتاج نحال وتحتاج تغذية. ولو أنت سبتهم من غير نحال ولا تغذية هتيجي السنة اللي بعديها تلاقي العشرة دول بقوا صفر، مفيش ولا خلية، مفيش حاجة هتعيش. أما لو جبت خلية واحدة وحطيتها في مكان واحد بدون نحال وبدون تغذية وبدون علاج وبدون أي شيء هتعيش. وديت بالتجربة الوحيدة. الهدف الأول إن لو أنت عندك النهارده في كل أسرة في خلية واحدة، الأسرة هتحقق الاكتفاء الذاتي. الكلام ده احنا كاتبينه كمشروع وتم بقالنا سنتين شغالين عليه وجاه الوقت إن احنا نبدأ نعممه. بالعكس ثلاث دول عملوا المشروع ده وكان سبب في نجاح النحالة عندهم وكان سبب في زيادة دخل النحالة. الدولة الأولى اللي عملتها وانتوا عارفينها الصين. الصين عملت في كل بيت خمس خلايات أو تقريبا عدد محدود يعني. الكويت الدولة الصحراوية في كل بيت عملت ادت أو النحالين هناك بقى عندهم سلوك معين أو المواطنين هناك إن كل بيت هناك يبقى فيه عدد محدود من الخلايا. فرنسا الدولة العظيمة عملت مشروع اسمه خلية النحل البيئية. في كل بيت النهاردة بقى فيه فوق السطح خلية، لأن الخلية دي مستشعرة، اسمها الخلية المستشعرة. لو الخلية دي عايشة كويس والنحل بتاعها كويس يبقى البيئة المحيطة بالمنزل
كويس. لو الخلية ديت ماتت يبقى البيئة المحيطة بالمنزل بيئة حصل فيها نوع من التلوث. حاطين خلية فوق معهد اللوفر، متحف اللوفر، حاطين خلية فوق جميع الأماكن السياحية في فرنسا اللي هي ذات أهمية، محطوط على كل سطوح منهم خلية نحل. ليه؟ عشان يستشعروا نظافة البيئة من خلية النحل الوحيدة. فقال لنا شايفه ان في عندك بالنسبة للنحالة، النحالة اللي هي المحترفة ملهاش حل لمقاومة التضاؤل ده الا الترحال الى المناطق الصحراوية او المناطق الساحلية في فترة الشتاء. اما بالنسبة للوادي والدلتا، عشان تضمن ان الخلايا اللي عندك تعيش تكون خلية فقط لا غير في كل منزل، وده اقتراح. الدكتور عايز يعمل لا جزاك الله خيرا. هو الاقتراح ده يعني نوع من الهوايه اكثر منه انت. هوايه، ولكن لا يرد على المشكله اللي بيقول على الاخر انت، يعني قلت لك تعليق عليه. المشكله دي خلاص يوزع العوده في كل عوده لرقم ميدانيه. لا دي حاجه ودي حاجه، كل واحد فيكم ياخد خليه عوده ديارة ميدانيه وتقرير عام لحل المشكله بالكامل، لان هي مش ظاهره مصريه. في حاجه لاحظناها برضه، ريحه النحل الميت ده لسه موجوده في النحل. دكتور ريحه النحل ده اللي النحل ده لسه ميت الصبح، ريحته مختلفه، تحس ان انا شايف ريحه الخل. ريحته في ايوه بالظبط كده. انت بتغذي ايه؟ بتغذي سكر. بتغذي ايه؟ بروتيني. بروتيني ما حاليا ما فيش، لسه ما اشتغلتش بروتيني لان انا عندي كل البروتين. طب انت جنب سوق خضار قريب منك سوق خضار ممكن يكون 500 متر بس مش كده؟ طيب في النحل المرزوم السنه دي حصل ايه؟ بعض الناس بدأت تغذي تغذيات بروتينية، معرفش مين اللي فتى وقال لهم ان انتم ممكن تجيبوا بعض الفواكه اللي هي المتلفانة وتحطوها للنحل زي الجوافة زي معرفش ايه زي الدكتوراه. بعض الناس عملوا كده. فوجئنا السنة دي بشيء غريب جدا في المطار، ان لما تودي نحل مرزوم المفترض ان النحل يفضل كويس لغايه ما يسافر. لما تلاقي لما تودي نحل التغذيه بتاعته رشته بمحلول سكري وانت بتعبيه، بعض الناس بيغذي يعني عشان يزود الوزن، او يرشوه بميه بعد ما يعبوه، او يغذوه تغذيه بروتينيه قبليها، او يغذوه تغذيه سكريه بس بسكر مش نظيف، او يغذوه تغذيه بروتينيه من النوعيه اللي هو بيقول عليها ديت، فيحصل حاجه اسمها ايه؟ تسقيط. تسقيط، تلاقي الطرد المرزوم بقى فيه شويه ايه؟ ميتين تحت. السنه دي حصلت شيء غريب جدا. الجماعه اللي رايحين يودوا النحل حصل فيه تسقيط في النحل. فشموا النحل اللي هو سقط، لقوا ريحته وحشه جدا. النحل ريحته وحشه جدا. فقعدنا نسال ايه اللي حصل في النحل في المجموعه دي بالذات؟ ايه اللي خلى النحل يسقط والنحل يبقى ريحته وحشه؟ اتضح ان الراجل صاحب المنحل ده بيغذي تغذيه بروتينيه عباره عن الفواكه اللي هي الايه؟ التلفانه دي. فدي بتتقل النحلايه وتخلي المعده بتاعت النحل انها مش متعوده على الكلام ده يحصل لها عفونه. امساك. يحصل لها عفونه وديسنتريا ومشاكل كتير. فزي ما قالوا زمان النحل المفترض لما يجي ياكل ويشرب لازم انت تحط له اكل وشرب انضف من اللي انت بتاكله. عشان الامراض يعني انضف. فاكر الراجل الامريكاني اللي جه في وزاره الزراعه زمان وقال انا الغزايه قبل ما بحط فيها المحلول السكري بحط شويه محلول سكري وادوبه من الغزايه، يعني يشرب كده عشان يعرف اذا كان المحلول السكري مناسب ولا مش مناسب للنحل. يعني الراجل بيشرب من مكان شرب النحل وبياكل من محلول السكري ويشرب محلول السكري اللي بيحطه للنحل. لو انت حطيت في اعتقادك هذا او في وضعك في مخك كده النحل برضه هتقيم الكثير من الامراض. اللي في ناس تقول لك رايح الملكه علشان تشتغل عول الربيع كويس، وناس تقول لك لا ما تريحهاش عشان ما تعملش فجوه عمريه تيجي في اول الربيع لو احتجت طرود مبكره ما تلاقيش النحل وهتقعد تحركها يتحرك شهر.
فهل علميا او فسيولوجيا لازم الجهاز التناسلي بتاع الملكه يستريح، ولا هي قادره على الشغل وشغلها احيانا قد يكون احسن من روحتها؟ ده سؤال كبير قوي. كفايه السؤال ده، كفايه السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بتاعك ده مرتبط بحد كبير من النقطه اللي كان اثرها الحاج نجاح، حاجات التغذيه الكتويه. فحاجات تريح الملكه فعلا الكلام فيه من الصح، لان الملكه لما بتتلقح بيبقى عندها مخزون من السائل المنوي في القابله المنويه، يعني لا يزيد عن 10 ملي متر مكعب. هي بتتلقح بحوالي 20 دفر، فبيبقى في اثناء التلقيح بيتسرب السائل المنوي في قناه المدن المشتركه وقناه المدن الشمال واليمين، وبعدين بالراحه كده بيتسرب الحراسه المنويه في القابله المنويه نص، حوالي نص الكميه. فعشان تتلقح ب 20 دقر بيسوى على 8 او 10. فهذا الرصيد هو اللي بيطلع البيض، يطلع وكل بيضه تطلع لها حيوان منوي من القابله المنويه. ففعلا لو الملكه نشرت وضع البيض في مثلا شهر ديسمبر او نوفمبر يناير، اذا ما كنتش انا محتاج للنحله فعلا في الطرود المرزومه او الطرود غير مرزومه في يعني ابيعها او اسد النحل، يبقى خساره لان كل النحل ده هيموت، وبالتالي الحراسه المنويه اللي هي متخزنه في القابله المنويه هتشتغل على الفاضي. فحكايه اريحها في شيء من الصحه، ولكن زي ما تقول ما اقدرش ازود الكفاءه بتاعتها. هي اخذت الكميه، لذلك انا قلت الملكات التي غير جيده التلقيح بتظهر عليها على طول بتدقق بسرعه، يعني مجرد شهرين ولا ثلاثه بتبدا وضع البيض فوق البيض غير مخصب. هو غير مخصب غير معناها البيضه بتنزل دون ان ياكلها حيوان من القبيله، من انها فاضت خلاص، يعني كان حالتها مناعيه فيها قليله. فكلامك فيه شيء من الصحه ان الواحد، ولذلك لما قلت ان عادات سيئه في بعض الملكات ان هي تبيض في وقت انا مش محتاج له، سواء قبل الموسم او بعد الموسم او في الشتاء، بعيب الملكه ساعات عيب في راسي او عيب مني انا ان انا نشط الملكه زياده عن اللازم، فوصلت لاقوى قوه لها قبل الموسم النشاط بفتره كبيره. وذلك دايما التغذيه التنشيطيه من بندرسها على اساس كل منطقه لها تغذيه تنشيطيه. مثلا يعني التغذيه التنشيطيه في المنطقه بتاعت البرسيم اللي هي بيظهر اول مارس اول مايو مثلا، يعني اذا كنت انا متاكد ان هو بيظهر اول مايو بيقعد مثلا حوالي 20 يوم او 25 يوم، اروح مرتب نفسي على تغذيه تنشيطيه منظمه بحيث يكون عدد من النحل السارح بكميه كبيره في اول شهر وشهر صغير، وقد تكون رديئه ولكنها حاولت ان تبقى خدمه. لا احنا بنشكركم بقى لان العصر جدا، واحنا معانا برضه في الشهر الجاي، وعشان بس ما نتقلش على شكرا، ونتقابل ان شاء الله الشهر الجاي بالنسبه للمحاضره بتاعه العلاج ومنتجات نحل عسل. ونتمنى ان احنا نكمل مع بدايه سنه جديده باول يناير ان شاء الله، يسمح لنا الدكتور ويوافق لنا على ان احنا نكمل المحاضرات بتاعه الفتره الجايه. يبقى احنا كده اول يناير هنكمل الجزء الثالث من سلسله محاضرات الدكتور السمني لاخطاء النحال الشائعه او الاهمال اللي ممكن ينتج عنه مشاكل في الطايفه والاعمال النحليه. فكل شهر وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك.